هنا بقى موضوع دلوقتي، نروح لموضوع تاني، موضوع جميل جدا منتشر على السوشيال ميديا، كل السوشيال ميديا بتتكلم عنه وكل السوشيال ميديا منبهرة بيه. من يومين كان في فرح، كان في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا. طبعا الفرح كان على السيد جميل ألكسندر ترميتيوس، وطبعا وسائل الاعلام العالميه نقلت مراسم حفل الزفاف بالكامل. السوشيال ميديا بقى لها كام يوم زي ما بنقول كده بتتداول الصور، والناس بتتفرج على الصور ومقاطع من فيديو من حفله الزفاف. حقيقي الحفل ابهرنا كلنا، كان راقي جدا وكان بسيط وكان جميل ولايق كده زي ما بنقول على الملوك والاميرات. مملوك واميرات طبعا كده كده حلوين، بسيط ما بسطش اي حاجه، ومملوك واميرات بيطلعوا حلوين في كل حالاتهم لا، يعني بس الصراحه. البساطة فيه كانت بارزة جدا وكانت واضحة، وكل كل يعني بص، شوفي كل عروسة بيبقى حلمها انها تعمل احسن حاجة واقصى حاجة واجمل حاجة. شوفي الأميرة إيمان وبساطتها وجمالها وفستانها ومكياجها الرقيق واكسسوارز الله، بتاعتها الرقيقة، لا كل حاجة جميلة بصراحة، وكل كله واحدة على والمعازيم فكرة كله. يا جماعة ويا بنات يا ستات يا حلوين اللي بتتفرجوا علينا، هي كل واحدة في فرحها كده كده ملكة وأميرة. فعلا الحفلة كانت جميلة جدا، والعروسه ظهرت بفستان كمان بسيط ورقيق قوي، اميره بقى بجد يعني. ومش عايزه اقول ان السوشيال ميديا اتقلبت بسبب جمال وبساطه فستان الاميره ايمان، وبساطه كمان اللوك بتاعها، والتعليقات كمان كانت كلها ايجابيه. يعني من النادر جدا لما نلاقي التعليقات كلها ايجابيه وجميله على الحفل بالكامل، مش على اللوك بتاعها بس، ولا على بساطتها بس، ولا على رقتها بس، لا ده كمان حفل الزفاف كان فيه كمان على فكرة عدد كبير جدا من المدعوين والشخصيات الهامة. والملكة رانيا بقى كتبت تهنئة لبنتها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف والحنة، واللي كانت برضو حاجة في منتهى الجمال والرقي. ونهالت طبعا التعليقات بالمباركة من كل ناحية، وكتبت كمان تعليق بقى على الفيديو الرسمي لحفل الزفاف اللي نزل في وقتها يعني، وقالت: حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني، لا في صحوتي ولا في منامي، في حفظ الله ورعايته. الأم أم في كل حالتها يعني، سواء كانت أميرة، وزيرة، ست بسيطة، ست أي حاجة. شفناها بتعيط إزاي في الفيديو من الفرحة، متأثرة ببنتها، ولا بقى عملت حساب لسوشيال ميديا، ولا عملت حساب لأنه في شخصيات هامة وفي شخصيات مهمة جدا في المدعوين. لا، الأم أم في كل حتة، سواء كانت أميرة، سواء كانت ملكة، سواء كانت ست بسيطة، هي دي مشاعر الأم، وهي دي دايما اللحظة اللي احنا بنشوف الأم فيها بتبقى فعلا بتبكي من كتر فرحتها ببنتها. حقيقي حقيقي فعلا، لحظات جميلة جدا كلنا شاهدناها على السوشيال ميديا من خلال اللقطات اللي شفناها من الفرح، اتأثرنا بيها حبيناها، وكمان مبسوطين قوي بفكرة الرقة والبساطة دي. دي حاجة حلوة نتعلم منها، ان احنا نبقى احنا كمان بساط في شكلنا في مظهرنا، ما نتكلفش قوي، حاجة جميلة جدا جدا.